ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي أن الله يقول: قال داود: يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ إيش أحبه بحبك؟ سيدنا داود عم يسأل الله أنه يا ربي دليني على أحب عبادك إليك لحتى أحبه بحبك. قال: يا داود أحب عبادي إلي تقي القلب. هذا يا أحبابنا اللي ما عم نعتني بقلوبنا، نعتني بأجسادنا وبطعامنا وبزواجنا وبمسكننا وبمركبنا وبمراحيضنا، ونهمل قلوبنا التي ستقف هي بين يدي الله، إما مبيضة الوجه وإما مسودة الوجه. يا داود إيش أحب عبادي إلي تقي القلب نقي الكفين، ما في بإيديه لا ضرر ولا أذى ولا يشير إلى حدا بنقص ولا بكفر حدا ولا بيفسد بين الناس، ولا إنسان صالح تقيل إيش تقي الكفين لا يأتي لأحد بسوء. اقصير منهم، شو ناقص شو ناقصك أنت ما تصير منهم مشان الله يحبك. نظف إيديك بتوبة نصوحة إيش نقي الكفين لا يأتي إلى أحد بسوء، ولا يمشي بالنميمة، يأخذ كلام أبو نجيب وبيفسد بين الناس وبيغلط قلوب الناس على بعضها، مشان مثل هاي شغلة إبليس، مشان يبلشوا هن يتناطحوا ببعضهم وهو بيتفرج من بعيد وبيفرح كأنك عم تحك له على جربه. هاي صفة إبليس ابني، هذا بل بالعكس حتى هذا ألعن من إبليس. ليش؟ لأنه الناس بيشوفوه إنسان مثل حكايتهم وبيعطوه إذنهم. أما إبليس لما بيوسوس في ناس بيكشفوه، بقول أعوذ بالله من الشيطان عم يوسوس لي والله لحتى أتخانق أنا وفلان. فإذا نقي الكفين لا يأتي لأحد بسوء، ولا يمشي بالنميمة، قال تزول الجبال ولا يزول. شو معناتها؟ يعني هذا محفوظ بحفظ الله، الله عم يتولى بحفظه، انه لو اهل السماء والارض اجوا بدهم ياثروا عليه ما بيزول. الجبال تزول، نعم قال الجبال تزول، وهل انسان هذا ايش الذي الله وصفه شو تقي القلب. التقوى ها هنا كان يقول عليه الصلاه والسلام ويشير الى صدره، التقوى ها هنا. اي طيب التقوى ها هنا، ما هو صاير هنا مثل النونيه يا ابني، نونيه شو بدي نحط فيها التقوى؟ فضيها بتوبه، نظفها، غسلها، رول عند العطار بأنينة فيها ما زود، حط لي عطر يا عطار، بيقول لك ما بحط لك حتى تنظف أنينتك. نظفوا قلوبكم يا أخواننا حتى تستقر فيها التقوى، حتى نلقى الله على تقوى. وهناك يقول المولى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.